نتورك ادرس، عنوان الشبكه اللي انت بدك تصل الها، بالاضافه الى النكست هوب ادرس، هذا عنوان الجهاز او البوابه اللي راح تنزل فيها، والمخرج اللي هو ايش؟ الانترفيس. اذا الماسك نتورك ادرس اللي هو ديستنيشن نتورك ادرس، اللي هو ديستنيشن نتورك ادرس، النكست هوب. اذا بطلع من هذا الباب اي محطه راح انزل فيها اللي هو عنوان هاي المحطه النكست هوب ادرس. اخر شيء زي ما حكينا اللي هو الانترفيس، من اي بوابه راح اطلع حتى اصل للمحطه اللي بعديها، والمحطه اللي بعديها تدني للمحطه النكست وان، النكست وان حتى اصل للديستنيشن. طبعا بالكلاسلس ادريسنج اقل شيء، طبعا ممكن يكون في عندي اكثر معلومات اكثر من هيك، ولكن اقل شيء من هاي المعلومات يكون عندي الماسك والنكست نتورك ادرس والنكست هوب ادرس والانترفيس. مثال على الروتينج تيبل، لو شفنا فيجر 22.6 وناخذ برضه الروتينج تيبل له، ولكن بعض المعلومات اللي ننتبه لها، عندي اكثر من انترفيس، هذا M2 وهذا الانترفيس M1 وهذا الانترفيس M0 وهذا الانترفيس اللي هو M3. برضو في عندي 2 interfaces للروتر رقم 2 وهذا router 2، 2 interfaces ومن خلاله أنا مشبوك على الإنترنت. ياريت ننتبه أنه أنا مثلاً مشبوك على هاي الشبكة والماسك تاعها اللي هو 25 M3 plus C هاي النتورك، هاي النتورك الموجود عندي اللي هو 201.4.22.0 هاي النتورك plus C 24 من عندي 254 أدرس أو 254 جهاز على هاي الشبكة كلهم موجودين أو مشبوكين على هذا الانترنت. كل الجيت واي لهم راح يكون عندي 201.4.22.3. عمليه تقسيم الجيت واي والاي بي ادريسز بترجع لمهندس او التكنيشن اللي قسم الادرس، ولكن في معظم الاحيان راح يكون عندك اول valid اي بي ادريس، يعني معظم الشبكات تلاقي فيها 201.4.22.1. الرقم هذا اول اي بي اتفقنا عليه اللي هو للنتورك ادريس، واخر اي بي اللي هو للبرودكاست ادريس، لانه انا بحكي عن كلاس سي 256. أحد الـ IP address من الشبكة أعطيناه للـ gateway اللي هو عندي ASU-M3. نفس العملية بالنسبة لهذه الشبكة، الـ gateway والـ network address M1 هذا عنوان الـ gateway و subnet mask، وعندي هاي عنوان الشبكة. هاي العناوين اللي بالدائرة عناوين الشبكة، عنوان الشبكة كامل. أنا اتفقنا قبل شوي بالروتين تيبل، أنا ما بهمني عنوان كل host موجود عندي، أنا بهمني فقط اللي هو ايش؟ عنوان الشبكة حتى اقدر اصل لهاي الشبكة. بالنسبة لR1 عندي هاي الشبكة، R1 هاي الشبكة، الانترفيس هذا اللي هو 180.70.65.194 والنتورك ماسك على 26 وهذا 180.70.65.200 والشبكة هاي، عنوانها 180.70.65.192. معلش لا تنسى لو برسمة بسيطة بس للتذكير، لو كان عندي R1 R2 R3 موصول عندي على N1 N2 و Network 3، فأنا إذا سألت سؤال على سبيل المثال كم عدد الشبكات الموجودة عندي بهذا الشكل، لا يساوي 3، لا يساوي 1 2 3، بينما يساوي 1 2 3 هاي شبكة 4، هاي شبكة 5، وهاي شبكة بنسميها ايش؟ 6. عشان هيك انا بستخدم الكلاسترز، لانه بهاي الحالة، ما بين R1 و R2 هاي نعم نتورك، بس يعني من احد المشاكل اللي ممكن اقع فيها بالاي بي ادرس فيرجن 4 اني اعطيها مثلا كلاس سي، انها تكون عندك 254 اي بي. انا بحاجة فقط الى 2، عنوان لهذا الانترفيس وعنوان لهذا الانترفيس، عنوان للشبكة وعنوان للبرودكاست، فأنا بحاجة إلى 4 عناوين، فبضطر أو الأفضل إلي إني أستخدم اللي هو subnetwork mask أو subnet mask اللي هو على 30، وبيأدي الغرض بدل ما يكون عندي waste لعدد الشبكات الموجود عندي أو عدد الـ IP addresses
واستغل هاي في اماكن اخرى. طيب بعد التوضيح الرسمي الموجود عندي خلينا نشوف كلنا مع بعض ايش الروتين تيبل. بس لا ننسى معلش انه هذا M3 هذا موجود عندي M3 هذا الانترفيس M3 والعناوين هاي مهمة جدا في عملية اللي هو يكون الداتا الموجود عندي في الروتين تيبل. فالروتين تيبل الموجود عندي سبنت ماسك 26 نتورك ادرس نيكست هوب هذا العنوان ل R1 R1. وإذا رجعنا ل R1 بالمثال R1 هاي الشبكات كلها مشبوكة معه بشكل دايركت 1 2 3 4 هاي عناوين دايركت ما فيش في عندي نيكست هوب بالنسبة ل R1 هي مشبوكة معه بشكل مباشر. فإذا شفنا أول شبكة وأصغر شبكة نعم أطول ماسك ولكن هاي أصغر شبكة أصغر شبكة موجود عندي النتورك أدرس 178 حكينا نيكست هوب هو دايركت طب أي انترفيس اللي هو عندي إيش M2 الشبكة الأكبر منها مباشرة اللي هي 25 يعني لاحظ إنه أنا بلشت من الأصغر إلى الأكبر من الأصغر من الشبكة الصغيرة إلى الشبكة الكبيرة سبنت يعني إذا بدك تأخذها من أطول سبنت ماسك إلى أصغر سبنت ماسك سبنت ماسك كل ما كان أطول كل ما صغرت الشبكة زي قبل شوي شفنا إنه أصغر شبكة عندي الماسك تاعها اللي هو إيش 30 فأصغر شبكة موجودة عندي الترتيب هذا مهم جدا وراح نشوفه إلى الأمام إنه من الأصغر إلى الأكبر في عملية السيرش على الداتا من أحد طرق إني أسترجع داتا بشكل سريع جدا إنه هذا الترتيب مهم من أصغر شبكة إلى أكبر شبكة موجود عندي ترتيب هاي الداتا في الروتين تيبل. إذا مرة ثانية بالنسبة لR1 أصغر شبكة اللي هو هذا النتورك أدرس هو دايركت النكست هوب دايركت مع الروتر R فمن خلال الانترفيس اللي هو الM2 الأكبر منها اللي هو الشبكة 25 180 70 65 128 دايركت على الM0 الشبكة كلاس سي اللي شفناها قبل شوية على 24 اللي هي 201 422 0 دايركت كونكشن مع الانترفيس اللي هو الM3 والشبكة أنا واصل على 22 201 4 6 برضو دايركت مع الM1 لاحظ الN اللي هو بكون خلينا نحكي على الصفر عندي 0 0 0 0 إنه إذا مش هذول إذا بدك أي عنوان آخر مش موجود عندي من ضمن السطر الأول السطر الثاني يعني إذا بدك عنوان لجهاز مش موجود بالشبكة الأولى ولا موجود بالشبكة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة إذا بدك تروح لهذا العنوان وهذا العنوان من خلال الانترفيس اللي هو الـ M2 وين بدك تروح على النكست هوب اللي هو 180 70 65 200 إذا تلاحظ بالرسمة بدك تروح على هذا العنوان حتى تطلع برا النتورك هاي كامل لأنه طلبت عنوان مش موجود عندي لا بالشبكة الأولى أصغر شبكة بالترتيب هاي 1 2 3 4 انت طلبت عنوان بالنسبه لك انت طلبت عنوان مش موجود عندي ولا موجود عندي من احد هاي السطور الموجود بروتينج تيبل بالR1 اذا مش موجود شيك على 1 2 3 4 انت طلبت عنوان مش موجود بالاربع شبكات الموجوده عندي اذا لازم تروح للديفولت ميثود اللي حكيناها بدك تروح على هذا الروتر واسال هون في هذا الروتر هو ممكن يدلك على العنوان اللي انت طلبته لانه انا كR1 هاي المعلومه مش متوفره عندي وغير موجود. إذا إجاني عنوان بس بشكل سريع ممكن نشوف مثال إنه على R1 على نفس هذا المثال على R1 وعلى هذا الروتينج تيبل الموجود على R1 اللي شفنا كيف عبيناه على R1 لو جاني على R1 إجاني باكت يحتوي على العنوان التالي أوكي الديستنيشن أدرس 180 70 65 140 ياريت تنتبه هذا عنوان جهاز مش عنوان نتورك هذا عنوان جهاز اللي بالباكت اللي موجود او الهيدر او اللي بالهيدر بكون موجود عندي هو بكون هو عنوان جهاز انا بدي اتواصل مع هذا الجهاز بدي اوصل لهذا الجهاز فبكون عندي فعليا عنوان الديستنيشن مش عنوان الشبكه الموجود فيها الديستنيشن الان شو بدي اسوي بدي اشوف حسب الروتينج اول سطر اول سطر عندي الماسك تاعها مهم جدا اللي هو 26 شو يعني 26؟ يعني 26 نمبر 1 والباقي أصفار حتى أصل 32 هيك الماسك
الماسك راح يكون عندي البايت الاول 1 2 3 4 5 6 7 8 دوت 1 2 3 4 5 6 7 8 هاي 16 1 2 3 4 5 6 7 8 هاي 24 26 راح يكون عندي رقمين ثابتات والبقيه 1 2 3 4 5 6 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 هاي بتكون زيروز للهوست. شو بسوي؟ انا بعمل بقارن هذا الاي بي ادرس مع الماسك. طبعا لانه الارقام هاي ثابته 1 2 3 4 راح النتيجه تطلع نفسها. انا بهمني بهذا الكلاس لانه على 26 بهمني 26 ونز اللي تابعت للنتورك. انا بنتبه للرقم الاخير اللي هو ايش في 140. بعمل ابلاي الان قيمه ال 140 بتحولها باينري راح تطلع عندك 10 هاي الرقم 10001100. الان بدي اثبت اول رقمين هذول تابعات للشبكه بسبب هذول 26 وال25 وهذول اصفرهم البقيه 0 0 0 0 0 0 0 1. هذا الرقم اذا بتحوله الى احنا حكينا قبل شوي بتعمل اندنج حتى تطلع القيمه الجديده نتورك ادرس. هذا الرقم راح يطلع عندك 128. اذا the first mask 26 applied the destination address الموجود عندي لما حولته الى باينري ثبت اول رقمين لانه انت بتحكي عن 26. النتيجه هذا لما ارجع هذا الرقم واحوله راح يطلع عندي 180 70 128. ال 180 70 65 128 اللي بتحكي عن اللي هو عنوان الشبكه. هل العنوان الاول الموجود عندي بالروتينج تيبل 128 اذا رجعنا هل هذا العنوان حقق لي نفس القيمه بعد عمليه الابلايد على الديستنيشن ادرس عملت اندنج؟ هل طلع عندي عنوان الشبكه 128؟ اذا لا. اذا لا اذا هذا الخيار غير صحيح ما بطبق عليه اللي هو لازم تطلع من المخرج اللي هو M2. ما حققت الشرط في هذا السطر الاول بدي انتقل لايش السطر الثاني. ولكن اطلع المره هون مش 26 راح اطبق اللي هو ايش 25 على نفس الرقم الموجود عندي. ال 25 ما باخذ 2 ديجيتس من هذا الرقم انا باخذ 1 ديجيت والباقي عندي راح يكون عندي ايش اصفار. الباقي راح يكون عندي اصفار 1 و7 ايش اصفار. قيمه هاي الرقم باينري 128. اذا راح يطلع عندك 180 هاي الادرس 180 70 85 والقيمه الاخيره اللي طلعت مني اخذت رقم واحد فقط والباقي ثبت واحد يعني 25 والباقي كله زيروس طلع عندي ايش 128. طيب الان برجع للسطر الثاني الموجود عندي في الروتين تيبل. اذا جربت الرقم الاول ما ضبط بشوف الرقم الثاني. ولكن اذا بتلاحظ في عمليه الاندنج الديستنيشن ادرس مع الماسك طلع عندي النتورك ادرس اللي هو 128. اذا هو طلب هذا النتورك هذا الديستنيشن موجود عندي هذا عنوان المرسل إليه موجود عندي داخل هاي الشبكة. فكيف بدي أصل هاي الشبكة؟ من خلال البوابة اللي هي إيش الـ M0. إذا لقيت الطلب ما بكمل في البقية. أنا لقيت الطلب هون إذا مباشرة بعمل عملية forwarding. أنا direct connect كروتر 1 direct connect مع هاي الشبكة. وإنت طلبت جهاز موجود داخل هاي الشبكة إذا يعني ببعث هذا الباكيت على البوابة اللي هي الـ M0. لاحظ موجود عندي في هاي الشبكة على الـ M0. وصل لهون جربت أول واحد اللي هو جربت أول واحد اللي هو 26 ما مشي. جربت الثاني 25 نعم لقيت العنوان موجود عندي داخل هاي الشبكة فبعمل إيش forward. ما بكمل على البقية لأني لقيت إيش الطلب اللي هو السطر الثاني. إذا من خلال عملية اللي هو إيش الـ ending. عنوان آخر لو كان عندي 202 4 22 35 شو بدي اسوي؟ على نفس الرقم تطبق اللي هو ايش 26 راح تطلع عندي النتيجه 201 4 22 0. اوكي الان برجع للشبكه الموجوده عندي. السطر الاول هل هو بيعطيني 222؟ لا اللي هو عندي نتورك ادرس ببلش عندي في 180. طيب اللي بعديها برضه ببلش في 180. اذا مش اللي بعديها ممكن يروح للرقم اللي هو ايش الثالث. بشيك على القيمة اللي بعديها اللي هو 3. طبعا قبل ما انسى الان لما ابعث للنكست هوب انه حتى يصل برجع بستخدم الار حتى يعطيني الماك ادرس لهذا الجهاز حتى اصل له.
حتى اصل برضو انا ما دام اني وصلت للشبكه الان صارت الكونكشن دايركت كونكشن، انا بستخدم اللي هو الليفل الاقل اللي هو اللي تحتيه الفريم، فبحاجه انا الماك ادرس للديستنيشن من هذا الروتر اللي هو R1 حتى اصل فيه للديستنيشن ادرس. مره ثانيه بالنسبه للروتينج تيبل بطبق، بيجيني اي ديستنيشن ادرس، اي اي بي ادرس للديستنيشن، بطبق عليه الماسك، حقق لي هاي الانتري ببعثه على M2، لا بنتقل للي بعديه. حقق هاي الانتري يس اور نو، اذا يس ببعثه على M0، نو بنتقل للي بعديه. اذا حقق ببعثه ل M3، اذا ما حقق ببعثه للسطر الرابع. برضو بشيك وبعمل بالنسبه للديستنيشن اي بي، بعمل اندنج مع هذا الماسك، اذا حقق لي هاي الشبكه ببعثه على M1. اذا طبقت اول واحد وما حقق الشرط والثاني والثالث والرابع، بالاخير انا ببعثه على ايش؟ ال M2. لمين؟ للروتر اللي هو R2. الانترفيس حتى يصل النكست هوب اللي هو هذا الادرس 180 70 65 200. ممكن واحد يسال طب وات اف انه ما يكون عندي اخر مدخل، يعني جاني عنوان وهذا المدخل مش موجود عندي في الروتينج تيبل، مش موجود في الروتينج تيبل، شيك على الاول؟ لا، على سبيل المثال شيكت على الادرس الاول، عملت مع الاندنج مع السب نت ماسك، طلع لي لا مش النتورك ادرس هذا، ما حقق الشرط، انتقلت للي بعديه. اللي بعديه ما حقق الشرط، الثالث ما حقق الشرط، والرابع ما حقق الشرط، وين بدي اروح؟ في هاي الحاله الروتر لما ما يلاقي اي طريقه يمرر فيها ويعمل فوروردنج لهذا الباكت بيعمل له ايش؟ ديسكارد. واذا بتتذكروا بالاي سي ام بي في هاي الحاله انا ببعث رساله خطا ايرور مسج لمين؟ للسندر، وبحكي له انه انا ما وصلت لك هذا الباكت. لاحظ اهميه اللي هو الاني او الديفولت ميثود. اذا المعلومه مش موجوده عندي طب لازم اقدم لك اللي هو هاي المعلومه، ولكن المعلومه انا مش موجوده عندي، اذا بعمل مباشره ديسكارد لهذا الباكت لانه المعلومه غير متوفره. مشان هيك السطر الاخير مهم جدا، اذا انت ما بتعرف هاي المعلومه ممكن شخص اخر يعرفها، والمقصود بالشخص الاخر روتر اخر ممكن ايش يقدم لك اياها ويعطيك هاي المعلومه. ايضا عمليه الادرس اجريجيشن اللي هو عمليه انه يكون مجموعه من الادرس يكون عندي عباره لهم ايش؟ ادرس واحد. بالنسبه لار 1 عندي اكثر من شبكه، في عندي مؤسسه رقم 1، مؤسسه رقم 2، 3 و4. العنوان الاول سبنت ماسك، العنوان الثاني للشبكه سبنت ماسك، العنوان الثالث والعنوان الرابع للشبكه. بالنسبه للانترفيسز الموجوده لهذا الروتر عندي M0 M1 M2 M3 وعندي M4. بالنسبه لار 1 هاي الروتينج تيبل موجود عندي العنوان الاول، وبلشت من الاصغر للاكبر، ولكن لهم نفس السبنت ماسك اللي هو على 26 M0 M1 M2 M3. الان اذا ما لقيت العنوان اللي هو الاني دخلنا له شوي، وين بدك تروح؟ وين بدك تروح؟ الان بدي اروح على الديفولت، والديفولت بالنسبه لي كار 1 بده يرجع لي لهذا العنوان. هذا العنوان ممكن يساعدني ويطلعني خارج هاي الشبكه، خارج هاي الشبكه، وبقدر ايش اصل لهذا العنوان. عمليه الاجريجيشن طبعا مره ثانيه السطر الاخير برضو عندي ايش مهم جدا. لاحظ انا اذا ما حقق الشرط للشبكه الاولى والثانيه والثالثه الرابعه اللي هي على M0 M1 M2 M3، إذا مش موجودة عندي بالفور انترفيسز بالأربع شبكات، إذا راح أوجهه للديفولت. الديفولت اللي هو هذا الام، من الام 4 بدك تطلع ولاقيك الانترفيس اللي هو هذا المشبوك عليه بشكل مباشر. لاحظ للداش لاينز إنه أنا طبيعة الاتصال عندي ما بين R1 وR2 غير طبيعة الاتصال ما بين اللي هو R1 مع الأورجنايزيشن نمبر 1 والأورجنايزيشن نمبر 2 ولا 3 أور 4. فأنا بنتقل من خلال او بطلع من خلال هذا الانترفيس وبيصل لهذا الادرس. لاحظ كم سطر موجود عندي في R1؟ عندي اربع سطور لكل شبكه سطر. الان بالنسبه ل R2 حتى يكون عندي عدد السطور اقل، انا بجمع مجموعه الشبكات وكانها ايش؟ شبكه واحد. ولكن يا ريت تنتبه، الماسك للشبكه الاولى اللي هو على 26، الثاني الثالث الرابع، هذول بجمعهم كلهم في شبكه واحده. شبكة واحدة. إيش عنوان هاي الشبكة اللي بتمثل الأربع مؤسسات؟ عنوانها 140.24.7.0. بس انتبه للماسك، مش 26، أنا بجمعهم مع بعض، الماسك تبعهم بصير كلاس سي اللي هو 24. هذول كلهم عبارة عن شبكة واحدة.
أي جهاز موجود في أي مؤسسة من المؤسسات الموجودة عندي يكون من ضمن هاي الشبكة. فأنا بدل ما أحط أربع سطور في R2 مع أنها بتحكي عن نتوركس، لا أنا جمعت النتوركس مع بعض أو السب نتوركس مع بعض على أساس أنهم إيش؟ شبكة واحدة. إذا بتلاحظ بكونوا على أساس أنهم إيش؟ شبكة واحدة. إذا هذا الأدرس أجريجيشن، أنه أنا بجمع العناوين. أنا مضطر بـ R1 يكون العناوين مفصلة، بينما R2 العناوين مش داعي أنها تكون إيش؟ مفصلة. يعني العناوين الموجودة العنوان واحد بيأدي الغرض عندي في اللي هو R2. بس لا ننسى، يا ريت ننتبه للماسك. الماسك تغير بالروتينج تيبل بالـ R1، أنا عندي على 26 26 26 26، بينما بـ R2 العنوان نعم للنتورك أدرس، ولكن سبنت ماسك طالع عندي إيش؟ 24. لو بالخطأ هذا كان 26 ما راح يوصلني للشبكة، خلينا نحكي اللي هو Organization 2 و3 و4. لو كان هذا بالخطأ رقم 26، فهو بيأخذ subnetwork واحدة وبيستثني the other three subnetworks. فلازم subnetwork عندي يكون هنا إيش؟ على 24. السطر الأخير زي ما حكيت مهم جدا. إذا طلبت address مش موجود عندي بالrouting table كامل، مشيت عليهم line by line، ولكن line by line ما وصلني لمعلومة، برجع إلى السطر الأخير في حالة إنه المعلومة هاي مش متوفرة عندي، ممكن يعطيك إياها الجهاز الآخر اللي هو الـ R4. كيف بدي أصل الـ R4؟ بدك تطلع من المخرج اللي هو الـ interface الـ M4، هذا peer to peer أو point to point. فإذا طلعت من هون أكيد راح تصل لهاي البوابة أو next hub اللي هي الـ M0. نفس العملية بالنسبة لـ R2، أنا جمعت كل هاي الـ sub networks وكأنها بـ network واحدة. واحدة أوكي. الآن هاي النتورك بقدر أمثلها بسطر واحد، ولكن ننتبه للماسك. نفس العملية، إذا كان عدد أو السطر هذا الموجود عندي ما أعطاك المعلومة، أنت ممكن تلاقي المعلومة بجهاز آخر، عشان هيك تطلع من الـ M1، تطلع من هذا الانترفيس حتى تدور على روتر آخر. طبعا نفس العملية لو كان روتر موصول مع روتر آخر، برضو بقدر أعمل عملية إيش؟ Aggregation. يعني هذا ممكن يكون على 24، هذا على 26، هذا ممكن يكون على مثلا على 22. بجمع كل الشبكات الفرعيه من كلاس سي، ممكن يكون عندي اربع شبكات من كلاس سي، بعطيهم لمين؟ لعنوان واحد. الان حسب الانترفيس، لانه انا موصول عليهم بشكل دارج، الان بصير عمليه التفصيل. هاي الحاله انه قللت عدد السطور الموجوده عندي في الشبكه. الان وات اف في عندي حاله، what if انه كان الاورجنايزيشن 4 موجوده في مكان اخر، مش موجوده عندي بنفس المكان، يعني جغرافيا مش موجوده عندي بنفس المكان. الموجودات فقط اورجنايزيشن نمبر 1 و2 و3 اوكي. رقم 4 هي مش موجوده على هذا الانترفيس، ما بتصلها على هذا الانترفيس، مش موجوده ب R1، هي مربوطه على R3. الاورجنايزيشن 4 جغرافيا مش موجوده جنب، خلينا نحكي جنب بعض. يعني لو خيرنا هذول المختبرات، خلينا نحكي موجودات في الاي تي، وهذا المختبر موجود بكليه الهندسه بس بعيد جغرافيا، مش مشبوك على هذا الروتر، هو مشبوك على روتر اخر، هذا الروتر رقم 3، ولكن هو اذا بتلاحظ على نفس الشبكه، على نفس الشبكه. هل هاي الطريقه ممكن تساعدني؟ هل هاي الطريقه ممكن تساعدني؟ طبعا لو رجعنا ل R1 عليه M0 interface، M0 M1 M2 1 2 3 4 M0 M1 M2. الان اذا مش موجود عندي بدك تروح لمين؟ لل M3، تروح لهذا الانترفيس. بالنسبه لل M، خلينا نحكي عن ال R2، في عندي M0 M2 و M1. برضو بالنسبه ل R3 عندي M2 M1 اذا في عندي other networks، وعندي ايش؟ الـ M0. الـ M0 مشبوك على الـ Organization بالضبط. الـ Organization نفس الكلاس الموجود عندي، إذا بتلاحظ اللي هو 0 أنا بقدر أوصل لك إياه، وفي عندي ايش؟ الـ Any، وإذا بدي أوصل للـ M1. النقطة المهمة اللي هان بدك تنتبه لها، عملية ترتيب الـ Addresses اللي هو الـ Long Mask. الـ Long Mask بيساعدني حتى أنت لو مش موجود وعملت خلينا نحكي Aggregation، The Longest Mask Matching. كيف؟
الآن أنا ما حطيت على 24، أنا حطيت لأنه هذا معزول في مكان آخر وعليه انترفيس آخر اللي هو الـ M1. الـ M1 إذا بنلاحظ أنه أنا من خلال لونجست، أنا بالتشيك اللي شفناه قبل شوي بالمثال إذا وصلنا للـ Destination Address، أنا ما حطيته على 24، حطيت أقل نتورك موجود عندي اللي هي إيش؟ على 26. لأن أنا بشيك على هذا السطر، إذا حقق وكان أحد الأجهزة الموجودة عندي، كان أحد الأجهزة الموجود عندي اللي هو خلينا نحكي في موجود بأورجنايزيشن 4، إذا أنا بروح من هذا الروتر، روتر 2، بروح على هذا الانترفيس. Otherwise أنا جمعت 3 نتوركس بسطر واحد. نفس العملية لجأت إنه لازم يكون عندي الماسك اللي هو 24. ولما أعمل عملية أندنج راح يطلع عندي يا إما أورجنايزيشن 1 أو 2 أو 3. طبعاً إذا كان الديستنيشن الموجود عندي لا مطلوب فيه إنه يكون على الـ Organization 4 راح أروح على M1 بشكل تلقائي، راح يطلع لي هذا الأدرس اللي هو Network Address، وهاي Network بالنسبة لهذا الروتر موجودة على M1. إذا ما حققت الشرط، إذا ما حققت الشرط أنا بعيد وبكرر، يعني لاحظ عندك الـ IP من غير الماسك ما بتقدر تعرف أنت من على أي شبكة. إذا كان عندك الـ Network Address، Destination Network Address، وهذا الادرس او الاي بي ادرس وما عندك النتورك ماسك، ما تقدر تحدد من اي شبكه. يعني لو اعطيتك اي اي بي ادرس من غير النتورك ماسك، يعني لو اعطيتك 140 24 7 مثلا 155، هذا الرقم ما تقدر تعرف من اي شبكه، هل هو من اورجنايزيشن نمبر 1 ولا اورجنايزيشن نمبر 2 ولا اورجنايزيشن نمبر 3 ولا 4. لازم اعطيك ماسك حتى تقدر تحدد، انه لو حكيت لك على 26 مباشره بتقدر تحكي لي انه هذا الادرس موجود على نتورك الموجود اللي هو اورجنايزيشن نمبر 4. الكلمه اللي ساعدتني وحددت لي اي اورجنايزيشن اللي هو هذا الماسك. الماسك هو اللي ساعدني احدد من اي اورجنايزيشن. فبالتالي اذا كان الاورجنايزيشن موجوده على روتر اخر او على جيت واي اخرى مش موجودة في نفس المكان فيزيكلي، أنا بقدر من خلال the longest mask أن أحط هذا خلينا نحكي السطر وأكتب destination أو أكتب الماسك والnetwork address وأحدد الانترفيس. فإذا جاني الطلب راح أبلش فيهم أول بأول، أبلش من الأقل نتورك اللي هو أطول ماسك، أقل نتورك أطول ماسك بالسطر الأول. بهذا الترتيب بيساعدني انه انا انه هذا خلينا نحكي الباكيت لما يصلني على روتر 1 او روتر 2 سوري ما يروح لهاي الشبكات بالخطا، لازم يروح على الشبكه المعنيه والمقصود فيها الاورجنايزيشن 4 من خلال الانترفيس اللي هو الام 1. لاحظ بهاي الطريقه انه بقدر اصل، اذا كتبت لونجست ماتش اي بي ادرس وهذا الترتيب من الاصغر الى الاكبر بالنسبه للنتورك ومن الأطول إلى الأقصر بالنسبة للماسك، راح يساعدني أني أصل للشبكة المعنية. إذا الإكسبشنز الموجود عندي، إذا كانت الأورجنايزيشنز عليهم نفس، خلينا نحكي بجمعهم مع بعض وبكون لهم نفس الآي بي أو نفس النتورك، سوري نتورك أدرس، نعم بقدر أجمعهم في حالة أن يكونوا جغرافيا بعاد عن بعض وجغرافيا كل شبكة مشبوكة على روتر مختلف عن الآخر. إذا هاي الحالة بتساعدني انه كيف اعمل عمليه فوروردنج او روتينج حسب اللي هو الماسك الموجود عندي من الاطول الى الاقصر. اذا هاي الطريقه حلت لي المشكله في حاله ان تكون السب نتورك هاي مشبوكه على روتر مش نفس الروتر اللي انا جمعت منه هاي العناوين. برضو في عندي طريقه ثانيه اني اجمع الهيراركال روتينج. مثال على الهيراركال روتينج اللي هو الاي اس بي، تذكروا بالسب نتينج اخذنا مثال على عندي مجموعة من الكاستمرز وبحاجة إلى IP addresses وعندي أنا block of addresses وأنا وزعتها على الكاستمرز. نفس العملية بعملية الهيراركي، إنه أنا بقدر أقسم إلى sub blocks وكل blocks على سبيل المثال في مجموعة من الaddresses. لو انتبهنا لهذا المثال، عندي مثلا internet service provider وعند هذا البلوك والماسك بتاعه 18، فالمقصود عندي 16384 address مقسم إلى أربعة جروبس. الجروب الثاني غير مقسم، وفي طبعاً لما أقسم هذا العدد إلى أربع أجزاء، لاحظ أنا بحاجة إلى أربعة بيتس، سوري 2 بيتس لوج. الأربعة الأساس 2 2 18 زائد 22،
إلى 4 دروب متساوية، 16384 صاروا 40 أو سوري 4096 أدرس. برضو ال 4096 أدرس أنا قسمتها إلى مجموعة من الأدرسز إلى 8